ان معايا الحقيقه صديق عزيز جدا جدا جدا، رمز الحقيقه، الدكتور اشرف زكي، نقيب المهنه التمثيليه، رئيس اكاديميه الفنون. دكتور اشرف، اهلا بيك. يا استاذ محمد، الف مبروك على البرنامج. حبيبي الله يكرمك، يعني ربنا مكالمتك دي يوفقك على صدري وسام يا دكتور اشرف. يا حبيبي، ربنا يوفقك. معاك. الو. سامعني؟ يا حبيبي، ربنا معاك ويوفقك يا رب. حبيبي يا ابو دكتور اشرف، الله يعزك. انا مستنيك تجي لنا بقى حلقه ان شاء الله. تشرفني يا محمد. انا معايا الدكتور احمد مؤنس صديقك، والدكتور احمد عبد الحي. اهلا دكتور اشرف، سلم عليهم جميعا. الله يخليك. عايز تقول لنا ايه في البرنامج؟ يعني هذا يعني قول لي كده، انت انا عارف انت شاطر جدا في التارجت، في بتحط تارجت حلو لكل حاجه، تحب تقول لنا ايه؟ بس كل ما البرنامج هيكون صادق وقريب من الناس هيبقى ناجح. الله عليك. الله عليك، كلام محترم. ربنا يوفقك ونلتقي على خير بإذن الله. ربنا يخليك يا دكتور أشرف، ميرسي، أشكرك يا حبيب قلبي.